وزير الخارجية المغربي ملي مشى للولايات المتحدة الأمريكية علاش مشى؟ حنا بصح لاحظنا خلال الأشهر القليلة الماضية واحد الكمون في السياسة الخارجية الأمريكية في إفريقيا. المغرب من نهار اللي ترامب قال بأنه كان اعترفوا بالسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية، من موراها نضت العجاجة تقريبا على مدى ربما شي عامين ولا أكثر. أنا جايكم باش نشرح لكم الإطار اللي جات فيه الزيارة ديال بوريطة وما مفصولاش على الأحداث اللي دايرة في العالم. هانتوما كتشوفوا دابا الصين راه مشى لعند بوتين، فكيف قلت لكم أنا الدول الأمم بحال الأفراد، تا هما فيهم الحساب، تا هما فيهم اللي خسرها عليك، تا هما فيهم كذا، تا هما فيهم إلا شافوا شي واحد قال فيك شي كلمة مزيانة ما كيعجبهمش الحال، بزاف ديال الحوايج. إذن المغرب عانى، وهذا التحالف استراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية في الرأي ديالي أنا خصي فاتحهم في الأمر، خصي يشرح لهم بأن راه في السبة ديال هذا الشيء بأن المغرب راه عانى وكلا بزاف ديال الشحط. بسم الله الرحمن الرحيم، الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نتناولوا القضية ديال الزيارة ديال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم. فكيف كتعرفوا بأنه ربما المغرب على الصعيد الخارجي ربما في الأيام القليلة الماضية الأمور كان اللي بدا كيحس بأنه كان واحد شوية ديال الاحتباس، ذلك أنه المغرب يعني لا بغينا نقولوا تلقى واحد المجموعه ديال التحديات وكانت متعدده الاوجه، لواحد الدرجه ان بزاف اللي بدا كيقول المغرب فين غادي. اختاريت لكم هذا الموضوع لانه غادي يجاوبنا على اولا هذه الزياره، ثم عنده علاقه بالاحداث العالميه وعنده علاقه بالتحديات اللي دايره بالمغرب. فدائما كيف كنقول ننصح الاخوان والاخوات ملي تبغيو تفهموا شي حدث دائما من الاحسن يتفهم في السياق العالمي، عاد ممكن ان الانسان ياخذ عليه واحد الفكره، لانه الاحداث مثلا مجزاه الى بقيتي غارق في التفاصيل ديال كل حدث فراه ما غاديش يتفهم كل شيء والوقت غادي يضيع لك. حنا كنعرفوا بانه العالم الان قريه صغيره والاحداث دائما مترابطه، وكيبان لنا بانها راه كاينه بيناتها واحد الفروق، ولكن هو راه ما كاينش بزاف ديال الفروق. فاولا بعد كاين ناس وقبل كل شيء الزياره اللي دار اليوم ناصر بوريطة للولايات المتحده الامريكيه شوشت عليها من واحد الناحيه التقرير اللي صدر على الخارجيه الامريكيه في نفس النهار اللي مشى وزير الخارجيه، يعني كان داك الشيء تقريبا الوقت متقارب بزاف. كاين اللي اعتقد قال ربما بانه ناصر بوريطة ساق الخبر لذاك التقرير اسود على حقوق الانسان ومشى كيجري، والامور ما كدوش شي هك، يعني الامور ما ماشي زعما ناصر بوريطة مثلا شي واحد غادي يجيب له الخبر امريكان ولا يدير له التليفون يقول له ناصر راه كاين شي خبر كحل مره واحد تقعد بلات انا نمشي كنجري، يعني الامور ما كدوز هكا بهذه الطريقه التبسيطيه زعما واش غادي يمشي غادي يشقم داك. على كل حال كاين اللي قرن هذه بهذه بواحد الشكل اللي ماشي هو هذاك. علاش قلنا بانه هذا التقرير بانه شوش غير من ناحيه الملازمه ديال الوقت، اما من ناحيه ديال المضمون فمن ناحيه ديال المضمون قبل ما نكمل لكم في الموضوع ديال الزياره ديال وزير الخارجيه ما فيها بس واحد شويه ديال التوضيح. ديك النهار او لا منذ اسابيع او لا منذ اشهر فاش خصوصا انا عارضت ديك الاستعمال السيء ديال ملف حقوق الانسان من طرف فرنسا ولا البرلمان الاوروبي، المعارضه كانت ديال الاستعمال السيء ماشي من ناحيه ديال حقوق الانسان في حد ذاتها، يعني انه كنت انا كنقول بانه الى شي واحد كيدافع على حقوق الانسان اولا بعدا وقبل كل شيء فرنسا واحد المجموعه ديال الدول الاستعماريه اللي اليد ديالها حاليا باقا كحله هي اخر واحد تهضر على حقوق الانسان الاولى. ثانيا اذا كتب لقوه ما او لجهه ما او دوله ما او منتظم ما ان ينتقد حقوق الانسان فخاصو يخلي داك الملف ديال حقوق الانسان وما يخلطوش مع ابتزاز دوله.
لانه الامور كانت تخلطات وما يمكن لك شيء هذاك الخصم هو تسميه الحكم وهو بيدو التصرفات ديالو ماشي هي هذيك. اولا من ناحيه ديك القضيه ديال قطر جيت او الرشوه او كذا او كذا، حنا كنعرفوا البرنامج كله وكنعرفوا بانه اشنو كاين، وهو بنفسه يولي يغسل الكماره ديالو ويزوق ويجي ويفرنس ويقول لك انا نظيفون انا غادي نكونتروليك انا غنراقبك. اذا جاء على الاستخدام السيء ماشي على شي شيء آخر، وبالتالي لا مازال يعني لا مجال للمزايدة. أما والحالة هذه من اللي يصدر على الخارجية الأمريكية، المغرب مرارا كيصدروا عليه مثلا بحال هكا من طرف الخارجية الأمريكية، ورد الفعل اللي كان يبان لي أنايا ماشي هو بحال هادشي اللي دار وهبي. لغة الخشب، المغرب متمسك بجميع المواثيق طبق الأصل والمواثيق الدولية ومتشبث ولا إلا كاين شي حاجة في ذاك التقرير هذا هو الوقت ديالو، ويكون داك الشيء بكل شجاعة وعادي، لأن هذا الشيء ماشي غادي نقولوا زعما ما عمره وقع في التاريخ أو لا، راه غير في عهد الحسن الثاني بزاف ديال الخطوات الشجاعة كانت كتجي مثلا ردود فعل قوية من الولايات المتحدة الأمريكية أو لا، وكانت كتجي في الوقت ديالها اللي كتكون الأمور عادية، وكان ديك الساعات كيتحلى بالشجاعة وكان كيفتح ملفات وكان كيفك ملفات. إذا حنا إلا ما كانش هذا الوقت مناسب في اش من اوقات اللي غدا تكون مناسبه؟ اذا الا كاين شي ما يتفك راه خصو يتفك، هذا الشيء راه بغض النظر. يعني حنا عارفين بان الولايات المتحده الامريكيه راه ما ساهلاش، راه حنا عارفين الولايات المتحده الامريكيه فاش نشؤوا هذوك الشعوب الاولى اللي هاجرت كيتسمى العرق الابيض، كانوا فيها الانجليز والفرنسيين والهولنديين، ربما كانوا الدنمارك، واحد المجموعه ديال الشعوب اللي اكتشفت الولايات المتحده. هذيك راه اللي اكتشفت الولايات المتحده وسكنوا فيها وبداو كيتوسعوا، راه 110 مليون هندي احمر من الهنود الحمر اللي طحنوهم اباده. يعني حنا عارفين، ولكن ما فيها باس ملي كتجيك مثلا مع شي دوله خصوصا قويه حاليا والتقارير كتصدرها على جميع الدول ماشي كتعزل بحال ديك النهار فرنسا والبرلمان الاوروبي، الفران والشحط خدام والمجازر خدامه والخريطه الا فرشوها شحال من دوله كحله مره ويخلي هذاك يقول لك هذا. يعني ملي ديك النهار كانوا كيهضروا على المائدين فرق. اذا بينما مثلا التقرير ديال انا ما عارفش التفاصيل اللي كاين، داز قدامي هكا شي حاجه على السجون على التعذيب على كذا على هذه على هذه على هذه داز، ولكن اذا هذا بين قوسين رانا نهضروا على وزير الخارجيه. وزير الخارجيه المغربي من اللي مشى للولايات المتحده الامريكيه علاش مشى؟ حنا بصح لاحظنا خلال الاشهر القليله الماضيه واحد الكمون في السياسه الخارجيه الامريكيه في افريقيا. المغرب من نهار اللي ترامب قال بانه كنعترف بالسياده المغربيه على الاقاليم الصحراويه، من موراها نضت العجاجه تقريبا على مدى ربما شي عامين ولا اكثر، وعجاجه متصاعده. يعني كيف كنقول دائما الدول بحال الافراد تهما فيهم الحسد. يعني الا جا شي واحد قوي وقال لك اودي انت مول ديك البلاصه وانت اللي غادي نعتبرك السيد عليها وانت اللي غادي نتعامل معك، هذا عادي غادي يتقعدوا لك كاملين. وهذا الشيء اللي عانى منه المغرب وباقي يعني هذا المناورات غادا تكون. اذا هنا المغرب مؤخرا كاين بزاف اللي بداو كيسولوا كيقول لك اودي بانه تقريبا بحال الا بغينا نبقاو بقى معزول. وهاد التباورات اللي شفناه ديال النظام العسكري الجزائري وهاد الشيء اللي دارت فرنسا وداك القربانه البرلمان الاوروبي، من بعد عاوتاني جات اسبانيا الله مشات عاوتاني نوضوا عليها العجاج، وهاد الشيء اللي دارته في الاخر موريتانيا تقلب في المواقف الى غير ذلك. اذا مجموعه ديال الحوايج شافوا فيها الناس بانه ربما المغرب يعني كيعاني، المعاناة كاين ولكن الشكل الى غير ذلك. المغرب دائما تمسك بالتحالف ديالو الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية دائما، ولكن دائما انتم كيف كتعرفوا الولايات المتحدة الامريكية السلوك السياسي ديالها مبدل، ما فيش ديك بزاف ديال الهيلالة وما فيش بزاف ديال الهضرة الى غير ذلك. الا كتخدم مع شي طرف شي حاجة راه كتكون تحت الارض، وإلا بغات تدير شي حاجة كتنزلها على الامر الواقع والتنفيذ كيكون عاجل ومعجل ونافذ. إذن المغرب بقى كيعاني مع المحيط ديالو. اللهم بعد الزيارات اللي كانوا كيتبادلوها المسؤولين المغاربه مع الامريكيين،
انا جايكم باش نشرح لكم الاطار اللي جات فيه الزياره ديال بوريطا وما مفصولاش على الاحداث اللي دايره في العالم. هانتوما كتشوفوا دابا الصين راه مشى عند بوتين يعني تلاقاو تما. اذا قلنا بانه بعض الزيارات بقات مستمره، هذيك الزياره اللي بغينا نقولوا سيطر عليها الغموض ولا شيء يتسرب. مثلا كنتذكروا كان وزير الدفاع ديال الولايات المتحده الامريكيه كان دار واحد المساريه، كان مشى للاردن، مشى لاسرائيل، مشى لسوريا. كنا بدينا كنتكلموا على طيارين مغاربه تلقاو تدريبات ربما غادا تكون شي ضربه من اسرائيل لايران. كذلك كنتذكروا رئيس هيئه الاركان ديال القوات ديال الجيش الامريكي كان جا للمغرب. كنتذكروا كذلك عبد اللطيف الحموشي المدير العام للامن الوطني كان مشى كذلك الولايات المتحده الامريكيه، كان استقبلوا المدير ديال الاف بي اي، كان استقبلته مديره الاجهزه السريه في الولايات المتحده الامريكيه، كان استقبلوا المدير ديال السيا. اذا المسؤولين المغاربه الكبار كانت واحد الا بغينا نقولوا بقى واحد الجسر خدام، يعني واحد الخيط خدام غادي جاي. اشنو هذا ما عرفناش، اللي عارفين هو انه بحال ديك الزيارات دائما كتكون كتمهد لواحد الارضيه ديال شي حاجه عاد جايه. دائما ملي تشوفوا المسؤولين الكبار انهم كيديبلاصاو غادي جايين، عرف بانه ديك الرحلات وديك الاسفار ما كتكونش غير شي حاجه هكا، ولكن كتكون كيبنيو شي بنيه تحتيه لشي حاجه. اذا نرجعوا حنا للزياره ديال بوريطا. الزياره ديال بوريطا جات على ايقاع واحد الغنان، واحد الضغط ما بين الولايات المتحده الامريكيه والصين وروسيا. فكيف كتعرفوا بانه البارح الرئيس ديال الصين مشى لروسيا. الولايات المتحده الامريكيه الخطه ديالها الجهنميه كامله اللي راكب عليها الصداع كله باغا تنفرد باداره العالم، قطب واحد كيدير اللي بغا، وباش تسيطر كينافسوها الاخرين. الصين كتقول لك حتى انا قطب، روسيا كتقول لك حتى انا قطب. السياسه ديال الولايات المتحده الامريكيه اللي سالكها من قديم الزمان هي انه كل قطب ولا كل قوه ولا كل قاره ملي كتبغي تخرج عليها كتسخر عليها عدو مضاد، وكتزرع بيناتهم الصراع، وكتزرع بيناتهم حرب، وكتخليهم في استنزاف، وشي واحد الا بغى يتدخل كتضربو حتى كينقز. هذه السياسة الولايات المتحدة الأمريكية من قديم الزمن، ما عمرها دخلت بشي مواجهة. باش تبقى هي قائدة القطب شنو دارت؟ شدت بوتين، زرعت له داك المشكل ديال الحرب الروسية الأوكرانية وخلاته في المواجهة ديال أوروبا. بوتين كيدقدق أوروبا، أوروبا كتدقدق بوتين، هذا كيسبب لهذا الخسارة، الآخر عاوتاني كيزيد كيكمل عليه. هذه روسيا. وشنو دارت للصين؟ خلقت لها المشكل ديال تايوان، وتهي زرعت ليها دول محيطة بالصين، عاوتاني هذا يكالي هذا، هذا يستنزف هذا. هذه السياسة الولايات المتحدة الأمريكية، بغات تستنزف الصين بالتايوان وتخليهم غارقين في المشاكل، وتستنزف عاوتاني بوتين وأوروبا وتخليهم غارقين في المشاكل. الآن الولايات المتحدة الأمريكية كتفاجأ، الصين كيمشي عند بوتين. الصين بوحدها مشكل وبوتين مشكل، بالحق ملي كيتلاقاو كيوليو بزاف المشاكل. الولايات المتحده الامريكيه ضروري خصها تفقد المصالح ديالها. المصالح ديالها الحيويه اللي كتبان حاليا هي افريقيا، هذه المصلحه الحيويه ديالها، ما ناوياش تخلى على افريقيا، ومخليه روسيا كتشطب فرنسا كتجري عليها من دوله لدوله، ولكن رعينها على افريقيا. اذا في هذا الجو الولايات المتحده الامريكيه دارت واحد المجموعه ديال الحوايج، الاغلبيه ديالها كانت تهديدات، كتهدد بوتين، دارت له مذكره اعتقال المحكمه الجنائيه الدوليه، كتهدد كذلك الصين، ما نجحتش. في هذا الاطار جات الزياره ديال ناصر بوريطا، لان الولايات المتحده الامريكيه خصها تفقد المنطقه النفوذ ديالها الجديده اللي هي افريقيا،
واصلا الولايات المتحده الامريكيه الا كتذكروا النهار فاش اعترفت بالسياده المغربيه على الصحراء المغربيه، اعترفت على اساس ان المغرب غادي يكون نقطه ارتكاز من اجل مواجهه النفوذ الصيني الروسي في افريقيا. يعني غادي يكون واحد المرتكز. اذا الان الولايات المتحده الامريكيه ضروري خصها تفقد افريقيا، ضروري خصها تفقد مركز النفوذ اللي مدايره معاه تحالف استراتيجي. اذا هذا مركز النفوذ شنو هو؟ هو المغرب. اذا ضروري العلاقات ما بين الولايات المتحده الامريكيه وما بين المغرب ضروري غادا تجدد. اذا في هذا الاطار جات هذه الزياره ديال وزير الخارجيه الامريكي اللي ناصر بوريطا اللي مشى للولايات المتحده الامريكي، وهو ماشي المسؤول الاول ولا يعني كبار المسؤولين دابا كيمشيو كيجيو للولايات المتحده الامريكيه. بزاف الناس كيقولوا اودي، وانا منهم كيقولوا اودي بان هذه الزياره اولا من موراها اولا قبل منها ضروري المغرب راه خصو يطرح واحد الشيء، وهذا عادي. شنو هو؟ انتم كتعرفوا بانه المغرب خلال الاشهر القليله الماضيه خاض حروب دبلوماسيه، يعني تقاعدوا ليه كاملين، الجزائر، فرنسا مع البرلمان الاوروبي كذا، من بعد عاوتاني رقع الامور مع اسبانيا، اسبانيا عاوتاني ناضوا ليها من ديك الجهه، فرنسا ما عجبهاش الحال، الجزائر الى غير ذلك. المغرب ضروري خاصو يبلغ المسؤولين الامريكيين بانه هدف نظري بانه المغرب كل الشحط بزاف في السبه الولايات المتحده الامريكيه، لان هذاك الموقف ديالها من الصحراء المغربيه اللي كان قال له ترامب تقريبا هذه شي عامين وثلاث شهور ولا شي حاجه، هذاك الموقف بقدر ما افرح المغاربه بقدر ما جلب على المغرب واحد المجموعه ديال ردود الفعل من طرف الخصوم. فكيف قلت لكم ان الدول الامم بحال الافراد، تا هما فيهم الحسد، تا هما فيهم اللي خسرها عليك، تا هما فيهم كذا، تا هما فيهم الا شافوا شي واحد قال فيك شي كلمه مزيانه ما كيعجبهمش الحال، بزاف ديال الحوايج. اذا المغرب عانى، وهذا التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحده الامريكيه في الراي ديالي انا خصي فاتحهم في الامر، خصي يشرح لهم بان راه في السبه ديال هذا الشيء بان المغرب راه عانى وكلا بزاف ديال الشحط. انا ما عرفتش لانه الوسائل ديال الدوله والامكانيات اللي عنده المعلومات، يعني هذا التحالف الاستراتيجي اللي كاين كاين تفاصيل وكاين اسرار احنا ما عرفناش، ولكن من ناحيه ديال المبدا المغرب عاوتاني راه خصو يسمع شي حاجه من عند المسؤولين الامريكيين. يعني انا غادي معك في تحالف استراتيجي، ولكن تحالف استراتيجي خاص يتسرب عليه شي حوايج. انا هذا هو في الراي ديالي انا، يعني انه راه بزاف اللي لاحظوا، ما كاينش اللي ما لاحظش هذه النقطه هذه، وكاين اللي بدا كيتساءل كيقول لك اودي حتى ذاك التعاون الامني المغربي الامريكي الاسرائيلي يقولوا بانه لحد الساعه ما على كل حال، يعني المهم بصفه عامه هذا هو الاطار اللي جات فيه هذه الزياره ديال وزير الخارجيه الامريكي للولايات المتحده الامريكيه. ما جاتش غير في اطار ضيق او لا لا، راها جات في اطار واحد المناخ عالمي. يعني الزياره ديال رئيس ديال الصين مشى لعند بوتين، وهذا تهديد للولايات المتحده الامريكيه. اذا الولايات المتحده الامريكيه خصها تفقد النفوذ ديالها، النفوذ ديالها نقطه الارتكاز هو المغرب. في هذا الاطار جات هذه الزياره، ومن المحتمل انه ربما خلال الاشهر القليله المقبله بانه غادي تكون بزاف ديال الحركات وغادي تكون بزاف ديال ردود الفعل، لان الولايات المتحده الامريكيه كيف كتعرفوا حاليا راه كاين واحد المخاض، هذا الشيء ديال ترامب والمحاكم والمشكل مع بايدن وهذا وهذا، يعني راه عندهم هذا المشكل ديال الانتخابات الجاي، كما انه هذا المشكل ربما حتى فرنسا راه عندها بزاف ديال المشاكل. اذا هذا هو الاطار العام اللي جات فيه الزياره ديال وزير الخارجيه الامريكي. كنتمنى نكون وصلت لكم افكار جديده، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.